السلام عليكم، مرحبا بكم. عندك ايفون ونسيت الباسورد تاع الاي كلاود تاعك؟ طريقه سهله، عن طريق الباسورد الخاص بالهاتف تاعك تقدر تغير الباسورد الخاص بالاي كلاود. اللي حاب يتعرف على الطريقه يبقى معنا لاخر الفيديو. اذا بالنسبه لطريقه تغيير باسورد الاي كلاود عن طريق الباسورد، ندخل للسيتينغ وبعدها ندخل هنا من كاين الاي كلاود، بعدها نروحوا للخيار الثاني وبعدها نلقاو تشانج باسورد، نحطو الباسكود تاعنا وهكذا يقول لك نيو باسورد اند فيريفاي. نحطو الباسورد تاعنا جديد ونأكدو وهكذا راك بدلت الباسورد تاع الاي كلاود تاعك. اذا كانت هذه هي الطريقه لتغيير الاي كلاود عن طريق الباسورد الخاص بالهاتف تاعك. في حلقه اخرى، السلام عليكم.